السلام عليكم، أنا مطلق القمي صحيفة مال. في دقيقة عندي سؤال من شقين، واحد المعالي المهندس خالد الفالح والثاني نفس خطة أمس، رجاء نصير سؤال واحد. طيب تفضل. يعني هو بقسم الجزئين في 30 ثانية. بشكل مباشر مع المهندس خالد، في تغيير في أسعار الوقود لحد الآن ما أعلنت على أنه بيتم حسب المعلن مسبقا على أنه بيتم بداية السنة، فمتى ستعلن؟ حتى يعني متى ستعلن؟ هذا سؤال. أبو فيصل خلينا نستكمل جزء سؤال الأستاذ فواز. أوبر طبعا أنا من الناس المؤيدين للاستثمار فيها بالعكس، لكن في خلال السنة صار في هناك لغط كثير حول الاستثمار. سوفت بانك اللي صندوق الاستثمارات مساهم فيه الآن بيشتري أوبر بأقل من 30% من القيمة اللي شرت فيها صندوق الاستثمارات، فبناء على إيش تم هذا تحديد السعر تحديدا؟ شكرا. شكرا لك. يعني من ناحية إصلاحات أسعار الطاقة، أولا أود أن أؤكد أن الإصلاحات تم دراستها بعناية جدا وبمتابعة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو الأمير محمد بن سلمان، وكانت التوصية دائما وأبدا أن نكون حريصين على كفاءة الاقتصاد، ولكن بقدر أكبر أن يكون يعني عيوننا على الاهتمام بالمواطن وأيضا الاهتمام بالقطاع الخاص السعودي، والتأكد أن نقلل من أي ضرر ونعطي الفرصة للقطاعات المختلفة للتأقلم مع أي تغييرات. وبالتالي لاحظنا في الإعلانات أن القطاع الصناعي الذي يعني بحاجة إلى النمو لن يتم تغيير أسعار الكهرباء أو أسعار الوقود واللقيم عليها. من ناحية المواطن والمستهلك، هي بالخطة طبعا هي توجيه الدعم وأن يكون الدعم موجه لمحتاجيه من فئات المواطنين، وبالتالي أعلن عن حساب المواطن الذي سيعوض المواطنين عن التغييرات التي أعلنت في أسعار الكهرباء، وتظل المملكة هي الأقل من الدول المشابهة لنا في تكلفة أسعار الكهرباء، ومع ذلك هناك دعم نقدي مباشر للأسر من خلال حساب المواطن. أسعار البنزين سيتم تغييرها كما تم الإعلان، ونجري الآن الاستعدادات. من المعروف أن الكهرباء ممكن تغيير الأسعار من خلال سويتش يعني، وهذا سهل جدا. البنزين هناك الآن دراسات تفصيلية، ولكن ستكون قريبا إن شاء الله، لن نتأخر في تغييرها، وأثرها على المواطن سيكون من ضمن دفعات حساب المواطن التي ستتم حسب علمي يوم غد إن شاء الله. بالنسبة للاستثمار في شركة أوبر اللي هو كان تقريبا في 2016، اليوم إحنا لما استثمرنا كبرايمري ماركت ترانزاكشن، يعني الطرح أولي، فاشترينا الأسهم هذه من الشركة، تم إصدار أسهم جديدة لنا وأخذنا مقابلها 5%، واخذنا مقعد في مجلس اداره اوبر. فانا موجود في مجلس اداره اوبر، موجود في مجلس اداره سوفت بانك الشركه، فلذلك المحادثات اللي دارت بينهم انا ما يحق لي اكون جالس في الاجتماعات هذه، لكن على حسب علمي بالنسبه للترانزاكشن حقت سوفت بانك فيجن فند في اوبر هي مشاركتين اثنين. الأولى اللي هي طرح أولي بتكون على نفس السعر اللي مدخلنا فيه اللي حوالي 60 مليار تقييم، وفي هم راحوا سووا تندر أوفر للمساهمين القدامى السابقين، ففي التندر أوفر هذا عطوا جالسين يسووا أسعار يحاولوا يشوفوا وش هو أحسن سعر. طبعاً الشركة لم تخفض تقييم حقها، لكن في بعض المستثمرين يمكن كلهم أو جزء منهم، وعلى ما أعتقد أن الترانزاكشن إلى الآن ما انتهى، يعني إلا أنهم شغالين في التندر أوفر،
يمكن يبغون يبيعون جزء من الأسهم هذه، والمفاوضات الى ما انتهت. وانا بالنسبه لي شخصيا او صندوق الاستثمارات العامه لا يقدر ان يكون طرف في المفاوضات هذه، فلذلك we're recusing ourselves من يعني من المفاوضات هذه. لكن التقييم واحنا نظرتنا لاوبر نظره جدا ايجابيه، التوب لاين حقها او العوائد حقتها تقريبا دبلت من يوم ما دخلنا فيها. شركات الكومبربلز او الشبيهه لها تقريبا يعني تمثل جزء بسيط جدا من اللي تسويه اوبر على مستوى الولايات المتحده الامريكيه وعلى مستوى العالمي. ذكر انه اوبر موجوده في كل مكان في العالم، قليل جدا من الشركات المنافسه موجوده، كل المنافسين حقينا في محليين، ناس في امريكا، ناس في الصين، في زي ديدي اللي هم صار بينهم ميرجر، ناس في امريكا اللاتينيه، ناس في اوروبا وهلم جرة. لكن هي تعتبر شركة موجودة في كل مكان في العالم، وعلى ما أعتقد الأوتلوك حقها جدا ممتاز. صار فيها يمكن بعض التغيرات في الإدارة، لكن الآن المجلس الإدارة الجديد جدا ممتاز، صار فيه زيادات جدا ممتازة، والمدير الجديد اللي هو دارة جدا ممتاز. فعلى ما أعتقد بيكون هذا الاستثمار إيجابي جدا بالنسبة لنا.